حياكم الله أحبائي في كل مكان، حلقة جديدة من برنامجكم في طريق الرحمن. نلتقي مع ضيوفنا القس بيتر مجدي والمرنم منير حبيب. في برنامجنا ندردش ونتكلم حول لقاءات السيد المسيح وبعض المعجزات الذي عملها السيد المسيح. أنا متأكد أنه كل حلقة فيها درس، كل حلقة فيها عبرة. إذا تابعت برنامجنا صديقي، أتمنى أنك أنت ما تبخلش علينا بكل تعليق أو إذا عندك ملاحظات. في نهاية كل حلقة احنا نقدم عنواننا علشان تتواصلوا معنا. أتمنى أنكم تتابعوا حلقاتنا، ودائما نستنى منكم التعليقات والملاحظات. تعالوا الآن يا أصدقائي نروح نتابع حلقة اليوم من برنامجنا في طريق الرحمن. حياكم الله وأهلا وسهلا. أهلا وسهلا، كيف الأحوال؟ بخير. وحيا الله المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم في طريق الرحمن. إيش الأخبار؟ تمام، نشكر الرب حبيبي. بخير. اليوم أنت شو عندك أخبار؟ أنا عندي أخبار خير دائماً. دائماً أخبارنا خير برغم الظروف اللي تمر فيها البلدان كلها تقريباً، يعني كل بلد الله يعينهم يعني في حالهم. لكن الخير الحقيقي إنك تكون إيجابي، إنه يكون عندك ثقة إنه كل الكون هذا في من يسيطر عليه، وإنه الأمور مهما كانت بنظرنا سيئة واثقين إنه الله يقود هذه الأشياء للأفضل، وكل اللي لخير الله أكيد. اليوم أشتي نعمل حاجة، يمكن بنبدأها بالعكس. أشتي أسألكم إيش عندكم أنتم اليوم تشاركوني؟ النهاردة نفسنا نحكي مع بعض في موضوع مالي قلبنا وبنصلي بيه. موضوع معروف هو تطهير الأبرص، وبالأخص في العهد القديم الموضوع ده كان صعب خالص، مرض البرص اللي كان موجود في وقتها. فنفسنا نحكي في الموضوع ده شوية يا أخوة أشرف. المسيح معروف عنه أنه كان يشفي ويطهر الأبرص ويفتح عيون ومرة شفى 10 برص مرة واحدة. يعني في أكثر من حالة يشفي بالجملة، صحيح، ويقيم الموتى ويعني معجزاته كثيرة، وحتى إلى درجة أنه في الإنجيل مكتوب أنه إذا حبينا نسجل معجزاته ما يكفيش. أيوة حقيقي. فإيش بتقول عن الموضوع هذا؟ هناخد القصة من إنجيل لوقا، البشير لوقا صح 5 من الآية رقم 12. بيقول الكتاب عن شخص كان مملوء برص. المسيح معدي على مدينة من المدن وشخص مليان برص، مش أبرص في بدايته، لا مليان برص. المرض منتشر في كل جسد. البرص تعرف في بعض الثقافات البرص بيسموه، يعني بيفكروا انه تغير لون الجلد هو البرص، بس البرص اللي في الكتاب مقصود فيه الجذام اللي هي الأطراف كلها تتساقط، وانه الشخص المصاب فيه يعني في حالات من ضمنها اليمن. من فترة بسيطة أعلنوا إنه انتهاء مرض الجذام في اليمن، لكن في حالات كانت موجودة لفترة قريبة ما زالت موجودة، الأطراف تتساقط وتشوف الشخص هذا يعني شكله، يعني حتى الآن في سقوط الأذان تسقط في، يعني هذا المرض الأشخاص الذي يصابوا فيه لازم كانوا يعزلوا ويعيشوا في أماكن لوحدهم، ما حد يقترب منهم. هو المرض ده بيمنع الدم من يوصل للأطراف في الجسم، فيبتدي يحصل يموت الأعصاب، دمور للأطراف، يحصل دمور وموت في الأطراف فتتساقط. فبالفعل زي ما أنت بتقول مرض صعب جدا ومرض مميت، يعني الأبرص بيعتبر أنه خلاص ده مرض الموت بتاعه يعني. فالمريض اللي في قصتنا النهاردة جي عند المسيح وخر على وجهه أمام الرب يسوع لكل المجد، سجد وقال له تعبير، قال له يا سيدي إن أردت تقدر أن تطهرني، إن أردت تقدر أن تطهرني، يعني عايز يقول المسيح أنا عندي ثقة في قدرتك أنك تستطيع، أنك ليك سلطان. موضوع إرادتك أنا مش متأكد منه. صح يا خمير، يعني أنا عارف أنك من اللي سمعته عنك أنك زي ما قال أخو أشرف بتفتح عيون العمي وبتقيم من الموت، بتصنع معجزات عظيمة. هو الله عظيم. يقدر على كل شيء. صح، لكن أنا شاكك أنك ترضى، لأن المرض ده بالذات كان مرض يعتبر في العهد القديم مكروه عند الله، مرفوض، لأنه ضربة وخطية وكان صعب خالص. فيعني الراجل كان جاي واثق جدا في قدرته، بس كان عنده شك في الرحمة والمحبة والإرادة. المسيح لما كان يعمل معجزات الناس كانوا يتنقلوها من بلد لبلد أكيد، يعني كان يمكن قبل ما يوصل المنطقة
يكون أخباره وصلت قبله وسبقته، عشان كده تلاقي الجمع كلها كل ما يدخل بلد الناس تطلع تلتقي على طول. السوشيال ميديا كانت بتشتغل وقتها، صحيح. ما كانش في فيسبوك بس كان بس كان في صح زاع خبر الرب يسوع لكل المجد في كل مكان حقيقي. طيب هذا الشخص يعني كأنه كان عنده معلومة وصلته إخبارية كده إنه المسيح بيوصل لهذه المنطقة، فكان جاهز ومستعد عشان يتقابل معه ويكلمه، صح؟ يا بخت الشخص اللي يعمل كده الحقيقة. إنه لما يعرف، يعني بتذكر قصة بارتيماوس الأعمى، يقول لك فعلم أن يسوع كان مشتاز. أول ما عرف راجل أعمى، يعني سمع الناس بيقول له، واحد بيقول له صديقه بيقول له عارف إن يسوع هيعدي النهاردة في بلدنا؟ قال يسوع ده أنا سمعت عنه إنه بيفتح العميان وبيعمل معجزات كتير قوي. يا واد يا بارتيماوس دي فرصتك، استعد، بيقول لنفسه كده دي فرصتك. وأنا عايز أقول بنعمة الله لكل مشاهد النهاردة، دي فرصتك صدقني، لأنه الحياة مش مضمونة. في خلال الشهور البسيطة القليلة سمعت عن أربع أشخاص أنا بعرفهم شخصيا، مش سمعت، يعني أصدقاء ومحبوبين لقلبي مصابين بالسرطان في المراحل الأخيرة. أخت قديسة منهم وصلت عند الرب. اللي أنا عايز أقوله أن الحياة بتنتهي بسبب أو بآخر، لكن يقول الرسالة، كاتب رسالة يعقوب، أنه انظروا ما هي حياتكم، إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. عشان كده نفسي تركز مع خدام الرب وهم بيتكلموا عن موضوع البرص النهاردة وتسمع، وربنا يطهر قلبي وقلبك من الخطية، مرض الخطية، مرض البرص العضال. طبعا لما تتكلم أو لما الآية تقول إنه الأبرص قال للمسيح إن أردت تقدر أن تطهرني، يمكن الجملة تحمل معنيين، تطهرني من المرض وتطهرني من النجاسة، يمكن لأنه كان كمان مفهوم اللي يصاب بهذا المرض على أساس أنه نجس ما يقدرش يختلط بالناس. صحيح، مظبوط 100%. ففي كلمة واحدة كان معنيين. هو أساساً كان في الكتاب المقدس أعطى أصحاحين كاملين في سفر اللاويين في العهد القديم في الشريعة، أصحاح 13 وصح رقم 14، بيتكلم على موضوع البرص وضربة البرص، شريعة الأبرص، الشريعة بتاعة الأبرص. فكان أي شخص يجيله المرض ده ليه طقس معين بيعمل، أنه يخرج خارج المحلة فيكون في عزلة، يسيب بيته وأهله وعيلته ويطلع برا المدينة فيكون لوحده، يقيم لوحده. نمرة 2 كان يشك ثيابه، البرص يعري يكشف. نمرة 3 كان يعري راسه، يكشف شعره ويكشف راسه. ونمر 4 كان يغطي شاربه، ولما كان حد يقرب منه أو يقترب منه لازم يصرخ هو نفسه ويقول أنا نجس أنا نجس أنا نجس، وأي حد يشوفه يقول نجس. فأنا بتخيل المرض ده في ضربتين أصعب من بعض. نمر 1 المرض نفسه وشعور الشخص المريض إنها ضربة نتيجة خطية ولعنة عليه. نمر 2 المرض الداخلي، يعني إيه النفسية بتاعت الإنسان الأبرز، إحساسه إنه معزول لوحده، شعور صعب إنه هو مرفوض مكروه. الإنسان عنده احتياجات طبيعية لاستمرارية الحياة، فإحنا روح ونفس وجسد، فاحتياجاتنا الروحية إحنا محتاجين في علاقة مع المسيح عشان يكون الإنسان في انسجام، ومحتاجين إن إحنا نغذي جسدنا نهتم بيه علشان نكمل، لكن كمان الاحتياج النفسي قليل لما حد بيلمس، وهو الأهم. برافو أخو أشرف، لأن ده اللي مش ظاهر مش اللي باين. فالراجل أنا بتخيل نفسي المشاهدين كمان يفكروا معانا في نفسية الإنسان ده، واحد شاعر بالذنب ومضروب بالمرض ده، حاسس إنه تعبان جدا ومتروك ومرفوض، وفي نفس الوقت مرفوض ومتروك، يمكن ما تلمس، يمكن ولاده وزوجته لسنين اتعدى بالمرض ده بعد مثلا جوازه وخلفته، مرض معدي مميت ومرض نجاس، يمكن نفسه يحضن طفل من ولاده لو كان عنده أطفال، صحيح. نفسه يقترب من مراته من أهله من أبوه من أمه، لكنه معزول في وحدة، شعور صعب جدا. لكن زي ما قبل قليل كنت تقول يعني على بارتيماوس إنه اليوم فرصتك، أيوة، ويمكن هذا الشخص بالنسبة له كانت اليوم فرصته أكيد لقائه مع المسيح. إيش اللي حصل؟ اللي حصل إنه المسيح مش بس شفاه زي ما كتير كان بيعمل ويقول روح اغتسل، روح اعمل، او يؤمر بالشفاء كده من بعيد. يعني انا دايما اقول قبل ما يخترع الريموت كنترول اللي بيستخدموه في التلفزيونات، المسيح شفى عبد قائد المئة عن بعد بكلمة. لكن لما قال اخويا بيتر انه الشخص ده مجروح نفسيا، والجرح النفسي ده رهيب،
ما يعرفوش غير اللي اتجرح نفسيا. أيوه. المسيح عمل شيء مهم جدا في المعجزة دي بالذات، انه لمسه. عايز يقول له، ويمكن الراجل ده يقول له يا معلم خليك بعيد اوعى تتعدي، والمسيح يقول له انا معطي الحياة، انا الشافي، انا ما ينفعش المرض ما يأثرش في المرض، ما يأثرش فيا قدوس، بس انا عايز اعالج دخلك المكسور. فالرب لمس اعماقه في صورة لمسته لجسده. صح. وشفاءه ليه باللمس. صح. الحادثة هذه يمكن من الـ يعني الحياة اللي فيها شعور انه المسيح يرفع شخص، زي ما تعاملت مع الحاله النفسيه المره لما تكلمنا عن المراه الزانيه اللي جابوها عشان تريم. ايوه. الحاله النفسيه اللي كانت تعيشها والرفض من المجتمع يشبه حاله هذا الشخص. صح. حقيقي بالظبط. الشيء الغريب اللي عمله المسيح، زي ما كان تفضل خادم الرب لخمنير وقال العقل البشري المفروض الراجل جاي يقول للمسيح ان اردت تقدر ان تطهرني، فالمفروض المسيح من على بعد خلاص روحي ابرز انا شفيتك زي ما قال خادم الرب. بس رب يسوع له كل المجد، الوحيد اللي يلمس البرص يقدسه مش يتنجس. اي واحد يلمس ابرص يتنجس. اليشع زمان في العهد القديم، اليشع النبي الحلو، لما الرب استخدمه في شفاء نعمان، الله تمجد من خلال رجل الله ونعمان الابرص بتاع العهد القديم اللي هو قائد جيش ارام اتشفى. اليشع ما قدرش يطلع يلتقي بيه في الاول ويجاب له، لانه اليشع انسان معروف انه لو اقترب ولمس الابرص هيتنجس. لكن المسيح عارف ضربه قلب الشخص ده، عارف الحته اللي وجعاه. فالرب همه جدا شفاء الداخل قبل شفاء الخارج. يعني شفاء المرض قبل شفاء العرض. عارف ان في حته جوه في نزيف، فالرب حط ايده ولمسوا. أتخيل الراجل بمجرد ما إيد المسيح اتحطت عليه، يا حبيبي، يمكن دموعه نزلت ويمكن قلبه صرخ جواه، وكأنه قدام كل الناس يقول له بس أنا مش عايزك تشفيني من البرص، كفاية عليا أنك عرفت تشفي قلب المجروح ونفس المكسورة. أنا ما كنتش حاسس أني إنسان، أنا كنت بدور على الحب والحنان والقيمة ما لقيتهمش عند حد، بس أنت الوحيد اللي عرفت ترد لي أدميتي وحياتي. شكرا للرب. مبارك اسمك يا رب. في الحالة الثانية كمان نفس هذا اللي تتشابه معها زي ما قلت أول، العشرة البرص. نعم. لما تقابل معهم المسيح، لكن المسيح أرسلهم قال لهم روحوا يعني أعملوا كذا، أروا نفسكم للكاهن وشكروا وقدموا ذبيحة. صحيح. إيش اللي حصل؟ هم راحوا بيعملوا كلام المسيح، بس واحد قال قبل ما أنا أعمل كده أنا عايز أرجع أقدم شكر لهذا الشخص العظيم اللي شفاني. هذه النقطة فارقة، طبعا فارقة جدا، إنك أنت يعني الوحيد تتذكر وترجع تقول شكرا. بغض النظر إنك أنت حصلت على شيء ولا ما حصلتش على شيء، يمكن هو نفسه ما كانش عارف حتى إنه هذا المرض خلص انتهى نهائيا، يعني يمكن يشوف نفسه طاهر بس يتوقع انه يرجع له، بس مثلا حس باهتمام المسيح فقال له شكرا، فرجع يقول شكرا. عشان كده المسيح ذهل وقال اليس العشره قد طهروا او قد شفوا، طب فين التسعه الباقيين؟ صحيح. وكان الرب عايز يعلمنا درس من هذه الحادثه او القصه دي، انه الشكر مهم جدا، وان ربنا نفسه منتظر، لانه حكايه الشكر دي احنا انت دايما غمرتنا بمحبتك خلال فتره اقامتنا. الله اخويا اشرف، من ضمن الحاجات اللي انا بحبها مثلا في الفطار اللي احنا بنفطره كل يوم ترويقه، الاكل اليمني، الفول اليمني الجميل. فانا اقل حاجه اقولها لك واقول لاخويا التاني اللي بيساعدنا في المكان وبيخلي اخونا علي، بقول له شكرا. فكلمة شكرا دي، وأنا كمان بقول شكرا. فكلمة شكرا دي أخويا بيتر أقل حاجة الواحد بيقولها. اتعودنا في بلادنا العربية نستخدم تعبير كتر خيرك، فأنا بقول لك كتر خيرك. رحت زورتك في بيتك، قدمت لي وفي عز الحر قدمت لي كوباية حاجة ساعة، بقول لك كتر خيرك. الشكر مهم قوي، علشان كده ربنا مستني ومنتظر ان احنا نقدم له الشكر، واحنا عايزين نتعلم نقدم الشكر للرب. دي طلبة كتاب طلبها، اشكره في كل حين على كل شيء. يعني في كل وقت على كل شيء يكون عندنا لسان الشكر. صحيح. عشان بركات الرب تزيد اكتر في حياتنا. يمكن المرض اللي كان عند هذا الشخص او عند العشرة يكون مرض ظاهر للجميع، هو البرص. بس الان احنا في القرن 21
يمكن في برص من نوع آخر يعيشه الإنسان. في مرض متأصل في جذور الإنسان يكون يعني كل واحد عنده حالة معينة وحاصل إنه هذا وحاسس إنه هذا برصي، هذا مرضي، ضربة قلبي. أيوة هذا الذي أنا محتاج إني أشفى منه. صحيح. ويقدر يقول للرب أنت تقدر، ما يقولش إن كنت تريد، لأنه إحنا متأكدين إنه الله يريد. أيوة. إنه الجميع يكونوا يعني بخير وبصحة. فإيش نقول لهم؟ بصراحة أنت لمست حتة حساسة مهمة أخوي أشرف. البرص يمكن دلوقتي مش موجود في وسطينا، بس في برص تاني أصعب، والمرض ده بالذات عنده ارتباط رهيب جدا بالخطية، نتيجة خطية. فيمكن البرص مش ظاهر برة، بس البرص برص قلب. في بيوت فيها برص، خطايا ونجاسة وخيانة وشر، في قلوب فيها برص، في عيون فيها برص، في أذهان أفكار مليانة بالشر فيها برص. فالبرص ضربة قلب كل البشرية، وما فيش حد يعرف يشفي من البرص، يشفي من الخطية بالمعنى الأصح والأدق، إلا شخص واحد بس اللي حمل خطيانا، اللي جعل لعنة، اللي شال كل الخطية على عود الصليب، هو شخص المسيح. فنفسي أقول لكل واحد من المشاهدين اللي بيسمعونا، لو حاسس إن في برص وانت مش حاسس، لا ده الكتاب بيأكد ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد، الكتاب بيقول ان الجميع اخطأوا واعوزهم مجد الله. فعايز اشجعك وانت بتسمعني عزيزي المشاهد، لو حاسس ان في برص في حياتك، حاسس ان في خطية، في قيد معين، تعال زي الراجل المسكين ده، تعال زي الراجل ده وقول له يا رب مد ايدك واشفيني يا رب، انا قلبي فيه نجاسة، انا فكري غير مقدس، انا حياتي مش بترضيك. ونفسي الصلوة اللي صليها المهمة في قلبي كده للمشاهدين، في برص في البيوت، بيوت مليانة برص دي، اللي نفس الرب يمد إيده بالشفاء في اسم المسيح، وتكون يا رب معجزات تحصل معانا ولبيوتنا الأيام اللي جاية. آمين. صدقني عشان خطر الكلمتين الحلوين دول، اشرب الشاي. الله يبارك فيك. طيب أنت أخ ما بشرب شاي، بس أنا هرنم بقى عشان أنت تشربه. أيوة. كل واحد فينا بيعرف برصه. أيوة. وبيعرف ضربة قلبه. علشان كده نفسي ترنم معايا، طهرني استغفرني. يا حبيبي يا يسوع، امين يا رب. صلي صلي معانا وانت بتسمع الكلمات الحلوه دي، ورنمها من قلبك للمسيح. يا يسوع انت تعلم ان شهوات العالم تخدعني يا رب، طهر قلبي. امين يا رب. طهر فكري، اسمع صراخي وارحمني، طهر قلبي، طهر فكري، اسمع صراخي وارحمني، أحبك
ربي يباركك. نحن نعيش هذه الأيام تعرف وقت يمكن أحيانا الواحد ما يشوفش مرضه، كل واحد يحاول يكون إنه جميل، يا إما إنه يغطي على مرضه بديكور معين بأشكال عادية، يعني بأشياء عادية، ممكن يغطي على مرضه بموبايل مثلا، بملابس حلوة، بسيارة حلوة، لكن نشتي نساعد الناس الذي حابة إنها تكتشف مرضها. إيش الطريقة إنك أنت تعمل تحليل لنفسك عشان تكتشف إنك أنت مريض أو لا؟ المرض لي أعراض، فلما واحد يعني لو أنا رحت للدكتور وبيقول لي بتشتكي من إيه، وبقول له لا أنا كويس جدا وما فيش عندي أي حاجة، يقول لي طب جاي ليه؟ بس أنا أكيد التعب، الوجع اللي عندي، الألم في أي جزء من أجزاء جسمي جسدي خلاني أقول أنا محتاج أروح للطبيب. فلا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، بل المرضى. فأنا لما بروح للدكتور أول سؤال بيسألهوني بيقول لي إيه، شو اللي واجعك؟ فبقول له عندي حرارتي عالية، وجع في العظم، فيقعد يسمع يسمع يسمع، في الآخر يقول لي أنا ممكن أدي لك حاجة تنزل الحرارة، وأدي لك حاجة تشيل الألم، بس لا أنت عندك كذا وكذا، ده محتاج مضاد حيوي عشان يقتل الميكروب الداخلي. فدي دي الفكرة. يعني أنا اللي أعرفه إنه ممكن أي إنسان يشوف نفسه صحيح لما يجي يوقف أمام الله يظهر على حقيقته، يعني تشوف الله، يكون الله هو المراية الصادقة، المراية صحيح. الحقيقية الذي يكشف لك مقدار صحتك ومقدار مرضك. إحنا نقدر نمثل قدام بعض أني إحنا كويسين. كل العالم، بص عجبني مرة واحد قال أن الخطاط في العالم قسمين، غير في خطاط وفي مؤمنين، بس الخطاط قسمين، في قسم مؤدب وفي قسم آسف في التعبير قليل أدب. ففي ناس بتتفخر بالفجر بتاعها، يعني شرير ويتفخر بشره، وفي ناس بتظهر محترمة بتعمل الشر وجميلة، بس هي بتعمل الشر لأن الشر في طبيعتها. فلكن الاثنين قدام ربنا أشرار. صحيح. طيب شكرا كثير، وأنا يعني أتمنى أنه لما نجلس مرة ثانية يكون عندنا حاجات زي هذه، يعني حاجات تتلامس مع الناس، تعطي الناس تطبيق عملي زي اللي قلنا الآن، أنه أنت محتاج تجلس قدام الله عشان تكتشف نفسك. إيش نصلي للناس هذولا؟ إيش نقول لهم؟ قبل ما نصلي هنصلي عشان الأول كل نفس حاسة أنها بعيدة ومحرومة وحاسة بضربة البرص وضربة النجاسة وضربة الخطية، أشجعك اليوم إن سمعت صوت المسيح فلا تقص قلبك، افتح قلبك عزيزي المشاهد وقول له يا رب اغسلني بدمك، طهر حياتي زي ما رنمنا يا رب، سامحني على الماضي والحاضر والمستقبل، واكتب اسمي عندك في سفر الحياة، أكون ابن ليك. وهنصلي كمان في الجزئية التانية لأجل ناس نفوسها مكسورة وحزينة، الرب لمس الراجل عشان يشفي مشاعره ويشفي نفسه، في ناس كتيرة مأزية ومهانة ومجروحة من أقرب الناس ليها. صلي معايا عزيزي المشاهد وانت في مكانك، بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد، أمين. يا رب يسوع احنا جايين قدامك يا رب، نعترف بحالتنا يا رب، جايين أنا وكل إخواتي يا رب اللي معايا واللي بيشاهدونا قدام شاشات التلفزيون يا رب، بنقول لك ما فيش يا رب طريق للخلاص وللشفاء وللنجاة إلا من خلال شخصك الكريم. أنت قلت يا رب عن نفسك أنا هو الطريق والحق والحياة. نعم يا رب جايين بنطلبك وبندعوك يا رب النهاردة، إلمس كل نفس بتشاهدنا الآن قدام شاشة التلفزيون يا رب، كل واحدة أو واحد فشلان أو حاسس بضعف أو حاول يتغير كتير وما قدرش، أنت اللي تعمل في القلوب وتغيرها في اسم المسيح. والنهاردة يا رب ناس تتولد ولادة جديدة وتاخد حياة جديدة وتفرح بشخصك وتعيش معاك، تقرأ الكتاب المقدس وتصلي وتلتزم في الكنيسة وتقطع ارتباطها بالماضي. وبصلي كمان يا رب لأجل ناس كتيرة متألمين شايفيننا وبيشاهدونا يا رب، كل قلب مجروح مين يشفي القلوب غيرك يا رب؟ مين يمد إيده الحنينة اللي مليانة بالحب على نفوس مجروحة من أقرب الناس ليها مأزية يا رب؟ أنت اللي قادر أنك تدي السلام والشفاء والبركة،
بنحبك وبنعبدك وبنشكرك لأن مكتوب أنا الرب شفيك، بشكرك لأنك أرسلت كلمتك في هذا اليوم فشفيت كثيرين يا رب حول العالم أمام شاشة التلفزيون. كمل عملك يا رب، بارك يا رب كل كلمة اتسمعت. أشكرك لأنك موجود في وسطينا، أشكرك لأنك موجود في كل بيت بيشاهدنا الآن في كل مكان يا رب. في اسم المسيح بنصلي ولكل المجد، آمين يا رب. آمين. 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 شكرا كثير وشكرا للمستمعين، ونتمنى نلقاكم في الحلقة القادمة وبرنامجكم في طريق الرحمة. صديقي صديقتي، بعد ما تابعنا حلقة اليوم أشي أشجعكم إنكم ما تبخلوش علينا بالملاحظات والتعليقات، حتى إذا كان عندكم أي أسئلة أو اعتراض على الكلام الذي سمعتوه ما تترددوش، اكتبوا لنا أو اتصلوا فينا، عنواننا يطلع على الشاشة، تقدر ترسل إيميل، تقدر تتصل تلفون أو ترسل رسالة على الواتساب، أو ممكن تكلمنا على الفايبر، المهم تتواصلوا معنا، نحن دائما نرحب بكل تعليقاتكم وأسئلتكم. أتمنى أصدقائي أني ألقاكم في الحلقة القادمة من برنامجكم في طريق الرحمن.